نشوف أهم العناوين اللي اتكتبت في الجرايد أو أهم منشطات الجرايد عن النادي الأهلي. الأهرام، الأهلي يضرب موعد مع الأميرة السمراء فرادس كارتيرون، سنخوض الإياب كبطولة منفصلة ونطلب الحماية في تونس. يوسف، علاقتنا بالمنافس قوية وعميقة وهدفنا اللقب القاري. الفريق يعود للتدريبات اليوم والمجلس يدعم في مواجهة العودة. الأخبار، الأميرة تقترب من الجزيرة، طوارئ في الأهلي كارتيرون، أغلقنا صفحة برج العرب ونستعد لرادس. وزير الرياضة، مبروك للأهلي ومصر وتونس أشقاء. الوفد، 90 دقيقة ويكتمل الحلم. الأخبار، 90 دقيقة تفصل الأهلي عن اللقب التاسع، الخبراء يتوقعونها موقعة كروية صعبة ويحذرون الأهلي. المساء، الاحتفالات ممنوعة في الأهلي، الجهاز الفني يطالب نجومه بالتركيز في لقاء العودة ويعالج أخطاء الدفاع. الأخبار، المساء، الأفراح مرفوضة، الأهلي يغلق صفحة الذهاب ويبدأ الاستعداد للعودة في تونس. اليوم السابع، الأهلي يرفض نغمة الحسم المبكر ويتأهب لموقع ترادس كارتيرون، يطالب بتأمين البعثة ويتمن دور الجمهور الأحمر محمد هاني بدلا من أحمد فتحي في لقاء الإياب، وأحمد حمودي جاهز لموقعة 9 نوفمبر. الأهرام، المسائي، الأهلي عملي جدا، التحفز التونسي والاحتفالات يؤرقان كارتيرون قبل ترادس. اليوم السابع، 5 هدايا تنتظر الأهلي بعد 90 دقيقة في تونس، 80 مليون جنيه تنعش الخزينة الحمراء، اللقب التاسع والعودة لمونديال الأندية وتقليل الفارق مع ريال مدريد.